وين الرجيم أمبوي من النور؟ حلفي كيس من قلب على ظهرها؟ لا لا صعد بالجبل. إيه صعد بروحه بالجبل؟ تريدين قلبوا على ظهرهم ما يتنفسون؟ هو واي هو أي جبل؟ كنت كلها ما فيها جبل صبخة. وليش كذي لام هذا وقاعدة؟ هم يعضون؟ ما بي أجي اسم أخاف طاعه متسلقة. اسم عجيب. صدمني أنا. اسم على مسمى ملكة. اسم على مسمى ملكة الدولمة. منو؟ عجيب. لا والله فكت من الفورتنايت احنا بخير. عطله ايه الحين ننطر الدرجات عاد. تدري انت شنو الدرجات؟ اه والله ما ادري الحين ما طلع شيء. ما قاعد اتكلم. باي منور حصرتي باي احاتي الانجليش والهيستوري. انت تدري شنو اللي نازل عن التسعين وشنو اللي فوق التسعين؟ لا ان شاء الله ولا شيء نازل. ما هو الانجليش والهيستوري انا ما نازلة عن 90؟ يمكن نازلة عن 50. ليش تضيقين خلقي بالليل؟ قبل أنا تحكينا ما قلنا أشياء. أول شيء سالفة هذا كوفيد الجديد. يعني بقى استغفر الله العظيم يا رب ترحمنا برحمتك. يعني لا متى؟ لا صدق كوفيد المستحدث. شو مستحدث يعني؟ أنا عمر يقولوا لكم هو أسرع من 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 كورونا القديمة اللي حين إحنا فيها بس أخف خطورة. يعني انتشاره سريع بس أخف خطورة. حصرتي أنا عسى ما فيني هذا الجديد وأنا ما أدري الظاهر. قال خلا أجرب أول واحدة بالخليج. استغفر الله العظيم لأنه مو يعني غريب اللي فيني. كحة وما أشم ما أتذوق بس ما فيني حرارة. فالظاهر الجديد بدون حرارة ما أدري. أدري إذا فرق وياكم التلفزيون ولا لا. بصج وايد فرق وياي. إيش كبره كبر اليهد. وايد ناس يسألون وين تشوفين. مرات تشوفوني أحط دفعة بير. هذا السمارت تي في أكو منه طبعا صغار. أكو أسعارهم وايد زينة مو إنه وايد غالي. هاي الكبار شوي غلي بس الصغار تقدرون تشوفون فيهم شاهد تقدرون في شوفوا تحطون فيهم نتفليكس. يعني بدون لا يكون في عندكم أبل تي في هو بيلت إن داخل التلفزيون. يعني مثلا تحطون المنيو شوفوا تنزلون تحت. أدري إن في وايد ناس يدرون بس في ناس صج ما يدرون أو ما يعرفون. شوفوا هذا يوتيوب مثلا وهذا شاهد هذا عندكم نتفليكس. في أوس إن بس هو نفس طريقة نتفليكس عرفتوا. فأنا دائما أشوف مسلسلاتي وين بشاهد. شاهد أحلى شيء فيه إنه تنزل الفاتورة على الموبايل. اشتراكه بالشهر 4 دنانير ينزل مع اشتراك التلفزيون الموبايل فكة. كل اشتراك تقدرون تفتحون على 4 سكرين. شكو أسوي إعلان حق شاهد ما أدري بس عشان الناس تسأل وين تشوفين دفعة بيروت. هذه دفعة بيروت كاهي. دفعة بيروت كل يمعة يحطون حلقتين. عجيبة عجيب المسلسل. أنا حي طبعا الكاتبة هبة مشاري حمادة. ودي أسألك هبة أدري إن أنت مالك شغل بس ما عندي مع حلقة هذا مشايفته ما شفت